أطلق مركز التراث العربية التابع لمعهد الشارقة للتراث بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث ورشة تدريبية لصالح موظفي المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي في المنطقة العربية بالتعاون مع مركز اليونسكو في أثانيا بحضور عدد من الخبراء والمدربين من مراكز دولية. نظرا لكون مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث هو المركز الإقليمي لبناء القدرات من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، تم تنظيم ورشة تدريبية لموظفيه لتأهيلهم لمواكبة برامج وقوانين منظمة اليونسكو من خلال استعراض عدة مجالات نظرية وعملية متنوعة ومهمة لصالح المتدربين المشاركين، وذلك على أيدي خبراء من المركز الإقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي في أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادي. في عام 2021 تم تسمية هذا المركز بأن يكون مركز دولي لبناء القدرات للوطن العربي تابع لليونسكو، أي مركز من الفئة الثانية، وهو منذ تلك السنة يقوم بعدد من البرامج والدورات التدريبية للخبراء وللعاملين في ملفات تسجيل اليونسكو للوطن العربي، ولكن ارتأت اليونسكو بأن يتم تدريب موظفي المركز ليكونوا على مواكبة ويكونوا متابعين لبرامج اليونسكو ويكونوا أيضا متابعين لآليات العمل في تلك المنظمة. الحمد لله اليوم يحضر خبيرين. هذه الورشة تعد من إحدى الورش التدريبية التي يقوم بها معهد الشارقة للتراث باعتباره مركزا من الفئة الثانية في بناء قدرات العاملين لاتفاقية 2003 والحفاظ على عناصر التراث الثقافي غير المادي. سيتم في هذه الدورة تدريب العاملين في مركز التراث العربي بمعهد الشارقة للتراث في كيفية إدارة هذه المراكز وكيفية إعداد سواء كانت كيفية إعداد البرامج الخاصة بالورش الإقليمية. الورشة التي تستمر حتى 10 مايو الجاري تتضمن عددا من المحاور والعناوين مثل التعريف بالمفاهيم الأساسية لاتفاقية عام 2003 وتنفيذها على المستوى الوطني وكيفية صون التراث الثقافي غير المادي، كما استعرضت الورشة علاقة التراث غير المادي بالتنمية المستدامة ومعالم الارتباط بين هذا النوع من التراث بحالات الطوارئ وغيرها من المحاور المتعلقة بهذا المجال، كما تم استعراض عدد من قصص النجاح في إطار اليونسكو للمعاهد والمراكز من الفئة الثانية. إذن البرنامج يعد فرصة للاستفادة من تجارب المراكز الدولية الأخرى العاملة في بناء قدرات العاملين في اتفاقية التراث غير المادي 2003. لأخبار الدار فايزة الضنحاني الشارقة.